بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حياكم الله بنياتي لمادة اللغة العربية للدراسات الأدبية للمرحلة الثانوية الصف الثالث ثانوي. تحدثنا عن عصرين سابقين، وهو العصر الجاهلي، تناولنا فيه الأدب وفنونه، كذلك تعرفنا على طبيعة العصر الجاهلي وواقع الشعر والنثر في العصر الجاهلي، واستنتجنا أيضا خصائص شعر العصر الجاهلي. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى عصر النور، عصر خاتم الأنبياء وهو عصر الإسلام. تعرفنا على العصر الإسلامي، تعرفنا عن واقع النثر والشعر في صدر الإسلام، ميز الإسلام النثر على الشعر، أيضا تعرفنا على بعض النصوص الشعرية والنثرية في العصر الإسلامي. ننتقل بحول الله وقوته إلى عصر جديد يلي العصر الإسلامي، وهو العصر الأدبي. والعصر الأدبي نتحدث فيه عن الحياة السياسية، وعن الحياة الاجتماعية، وكذلك عن الحياة العقلية والثقافية. نبدأ نقول ماذا يقصد بالعصر الأموي؟ العصر الأموي هو الفترة التي أعقبت استشهاد خليفة المسلمين علي بن أبي طالب. إذن هي الفترة التي أتت بعد وفاة علي رضي الله عنه. إذن ماذا يقصد بالعصر الأموي؟ نقول هي الفترة التي أعقبت استشهاد خليفة المسلمين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. من أعلن خليفة بعد ذلك؟ بعد علي، من أعلن الخلافة بعده؟ نقول هو معاوية بن أبي سفيان، أعلن الخلافة بعد علي بن أبي طالب. حكمت الدولة الأموية قرابة 90 عاماً. إذن حكمت 90 عاماً. ماذا حدث في 90 عاماً؟ توسعت في هذا العصر رقعة الدولة الإسلامية لترتفع رايتها في أفريقيا وأوروبا والهند والصين، واتخذوا بنو أمية من دمشق عاصمة جديدة لهم. إذن بنو أمية، أين عاصمة بنو أمية؟ في دمشق. وقد شهدت الدولة في بداية حكمها خلفاء أقوياء. إذن في الدولة الأموية أصبح هناك خلفاء أقوياء، واجهوا ثورات تاريخية كبيرة وانقسامات حزبية، وامتدت منذ أحداث الفتنة الكبرى التي أطلت برأسها في أواخر عهد عثمان بن عفان. إذن كثرة الفتن، لابد أن يكون هناك خلفاء أقوياء يواجهوا تلك الفتن. وهناك من خرج أيضا على علي بن أبي طالب في العراق، هناك من خرج، المرتدون الذين خرجوا عن علي بن أبي طالب. لكن الأمويين واجهوا هذه المخاطرة بقوة وعزم، واستعانوا بولاة أقوياء. عندما استعانوا بخلفاء أقوياء ماذا فعلوا؟ بسطوا نفوذ الدولة، قاموا بسطوا نفوذ الدولة حيث قضوا على أعدائها دون هوادة أو شفقة. في عصر معاوية ازدادت الثورات، ولم تستقر إلا في أواخر عهد عبد الملك بن
مروان وعدد قليل من الخلفاء، ثم أعقبت هذا الاستقرار. إذا بدأت قوية الدولة الأموية، بدأت قوية ثم بدأت تضعف إلى أن وصلنا إلى عهد عبد الملك بن مروان. سبب هذا الضعف هو ضعف الخلفاء، سبب ضعف الدولة هو سبب ضعف الخلفاء. إذا بدأت قوية بمعاوية بن أبي سفيان، ثم بدأت تضعف إلى أن وصلنا إلى عبد الملك بن مروان. بدأت الخلافة تضعف لضعف خلفائها. تكالب الأعداد حتى الأعداء حتى سقطت الدولة على أيدي العباسيين سنة 132. إذا نقول هنا عللي سبب سقوط الدولة الأموية، نقول سببه ضعف في الخلفاء وتكالب الأعداء عليهم حتى سقطت عام 132. ننتقل بعد ذلك إلى الحياة الاجتماعية. انتشر الإسلام في بقاع كثيرة من الأرض، ونهل التابعون وطلاب العلم من صحابة رسول صلى الله عليه وسلم. وكان هذا العصر رغم ما فيه من فتن وقلائق سياسية من العصور الفاضلة، إلا أنها شهدت نشاطاً منقطع النظير في الدعوة. رغم الفتن ورغم الأعداء، إلا أنها أصبحت لديها نشاط في طلب العلم. شاع أيضاً في الدولة الأموية الرخاء، وتدفقت الأموال في يد الدولة والأمراء وطبقات عديدة من في المجتمع. عادت إلينا العصبية القبلية إلى سابق عهدها. أصبح إذن في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم لم تكن هناك عصبية قبلية، هناك مكارم أخلاق. نفى الرسول صلى الله عليه وسلم بعض الأغراض من بينها شعر الهجاء. لكن الآن بالعصر الأموي لجأ الشعراء إلى ماذا؟ إلى شعر الهجاء. بعد ذلك ننتقل إلى الحياة العقلية والثقافية. ما هي الحياة العقلية والثقافية في العصر الأموي؟ تطورت الحركة العلمية في عصر بني أمية. قلنا قبل قليل في الحياة الاجتماعية وفد الكثير من طلاب العلم على الخلفاء. إذن هنا تطورت ماذا؟ تطورت الحركة العلمية في عصر بني أمية. بما أن الحركة العلمية تطورت، إذن سينبغ لدينا ماذا؟ سينبغ لدينا ماذا؟ علماء في النحو واللغة والفقه والحديث والتفسير، وكذلك في الطب. أيضا نشأ بينهما جدل، عقدت له مجالس خاصة. أيضا هناك أنشئت منتديات لغوية وفكرية وأدبية. لماذا؟ لماذا قاموا الشعراء في العصر الأموي بدأت هناك منتديات لغوية وفكرية وأدبية؟ بسبب ماذا؟ تشجيع الخلفاء من جهة. خلفاء محبي للعلم، محبي للثقافة، محبي للأدب واللغة. إذن هنا الخلفاء شجعوا على طلب العلم. أيضا هناك سبب آخر، بسبب الصراعات السياسية والدينية والقبلية. إذن سبب إنشاء منتديات لغوية وفكرية وأدبية في العصر الأموي، نقول بسبب تشجيع الخلفاء
للعلم، وأيضا كثرة الصراعات السياسية والدينية والقبلية من جهة أخرى. إذن كانت هناك الحياة السياسية والحياة الاجتماعية والحياة العقلية والثقافية وأثر الدولة عليها. الشعر في عصر بنو أمية كيف كان؟ وهل هناك شعراء نبغوا في هذا العصر؟ إذن كانت الحجاز ونجد والشام والعراق هي البيئات التي ازدهر فيها الشعر في العصر الأموي. إذا قلت أين ازدهر الشعر في العصر الأموي؟ نقول في الحجاز ونجد والشام والعراق. واعتنت القبائل بماذا؟ بأشعارها، بالأشعار عن طريق إحياء تاريخها والمفاخرة بها. اعتنى الخلفاء والولاة الأمويين بالشعر وبالغوا في رعايته، لأنه سجل تاريخ العرب وأيامه ومفاخرهم وآثارهم. إذن هنا بدأ الخلفاء الراشدين في عصر بني أمية بجمع معلومات عن الشعر الجاهلي والشعر الإسلامي والمحافظة عليه. وكانت هناك لديهم أسواق في العصر الجاهلي، كان لدينا سوق عكاظ. هنا في العصر الأموي لدينا سوق المربد وكناسة، كلها مفتوحة. من أجل ماذا؟ من أجل الشعر والشعراء. إذا اهتم الأمويين بالشعر في عصرهم. طيب، هل هناك أسباب لنهوض هذا الشعر؟ نقول نعم. إذن ما هي أسباب نهضة الشعر في العصر الأموي؟ قلناها قبل قليل في الحياة العقلية والاجتماعية للعصر الأموي. اهتمام من؟ نعم، تقدير الحكام للشعراء ورعايتهم لهم. إذن قدر الحكماء الشاعر ووضعوا له منزلة عظيمة في هذا العصر. أيضا ازدهار الثقافة العربية في مختلف فروع المعرفة والعلم. الثقافة لم تقتصر فقط على علم واحد، ولكن توسعت في العلم. وقلنا في علم النحو واللغة والفقه والحديث والتفسير والطب. أيضا كثرت رواة الشعر الذين يروون الشعر الجاهلي وشعر القبائل. أصبح هناك من يحفظ الشعر القديم. تعدد الأحزاب، أيضا تعدد الأحزاب واختلافها، كثرت الأحزاب في هذا العصر. اختلف النقاد في وصف الشعر الأموي. منهم من قال أنه كالشعر الجاهلي تماما، منهم من قال أنه كالشعر الجاهلي تماما، فلا ينظر فيه إلا ظل الماضي الجاهلي. نقاد آخرون رأوا فيه منهجا جديدا مختلفا يختلف كليا عن العصر الجاهلي. منهم من قال أن الشعر الأموي بنفس الشعر الجاهلي، إذن هو تقليدي. ومنهم من رأى أن الشعر أصبح منهجية جديدة مختلفة كليا عن الشعر الجاهلي.
ظهرت لنا أغراض جديدة. ما هي تلك الأغراض في الشعر؟ إذا ظهر لنا الشعر السياسي، مثل من؟ جرير، الفرزدق، والأخطل، هنا في شعر الأمويين. إذا هنا أحزاب بدت، أنا قلت قبل قليل تعدد الأحزاب. إذا كجرير والفرزدق والأخطل، هؤلاء من شعراء الأمويين، وقطري بن الفجاءة والطرماح هذا شاعر من الخوارج، والكميت هذا شاعر من العلويين، وابن الرقيات هذا شاعر من الزبيريين. إذا هنا لدي عدة أحزاب. أيضا شعر النقائض الشعري، شعر النقائض هذا نوع جديد من الشعر. إذا هنا شعر النقائض. ما معنى النقيضة؟ قصيدة يردها شاعر على قصيدة لخصم له. أنا قلت قصيدة لشخص ما أو لقبيلة ما، يقوم أحد الشعراء في القبيلة الأخرى الموجهة إليها برد قصيدة بمثلها. مثل أنا قلت قصيدة هجاء لهن، فهن يردون لي قصيدة هجاء، قلت مدح يردون لي مدحا، وهكذا. إذا النقائض قصيدة يرد بها شاعر على قصيدة لخصم له، فينقض معانيها عليه، يقلب الطاولة. إذا يقلب فخره هجاء وينسب الفخر لنفسه. عندما أنا أكتب قصيدة فيها هجاء للقبيلة الأخرى، أبدأ بهجائهم ثم أبدأ بمدح نفسي. هم كيف يكتبون؟ يبدأون بماذا؟ بهجائي بنفس ما كتبت عن نفسي، ثم يبدأون بمدح أنفسهم. وأشهر شعراء النقائض هم من؟ جرير والفرزدق والأخطل والراعي النمري. إذن معنى شعر النقائض يرد بها شاعر على قصيدة لخصم له، فينقض معانيها عليه. أيضا ظهر نوع جديد وهو الغزل الصريح والغزل العذري. ما هو الغزل الصريح وما هو الغزل العذري؟ أيضا يسمى الغزل القصصي. لدينا في الكتاب هنا أيضا الغزل القصصي. إما أن تقولين الغزل الصريح أو تقولين الغزل القصصي، كلاهما واحد. وفيه يكون الغزل صريحا وعلى شكل حكاية شعرية لمغامرة غزلية. ومن أشهر شعراء الغزل القصصي هو عمرو بن أبي ربيعة. الغزل العذري هو الغزل العفيف. من شعراء هذا الغزل أو شعر الغزل هو جميل بن معمر وكثير عزة وقيس بن ملوح وقيس بن ذريح. إذن إن قلت الغزل القصصي أو الغزل الصريح كلاهما واحد. إذن في العصر الأموي كانت هناك أسباب لنهضة الشعر في العصر الأموي، وقلنا هي تقدير الحكام الشعراء ورعايتهم لهم، ازدهار الثقافة العربية في مختلف فروع المعرفة والعلم، كثرة
رواة الشعر الذين يرون الشعر الجاهلي وشعر القبائل تعدد الأحزاب. من تعدد الأحزاب ظهر لنا أغراض كثيرة للشعر، مثل الشعر السياسي والشعر النقائض، وأيضا الغزلي القصصي والغزل العذري. ننتقل بعد ذلك إلى نشاطات التعلم. في صفحة 66 هنا لدينا تعلم تعاوني، مجموعات تعمل على مقارنة العصر الأموي بعصر صدر الإسلام سياسيا واجتماعيا وأدبيا. أنا الآن أريده فرديا، قارني بين عصر صدر الإسلام والعصر الأموي من ناحية ماذا؟ السياسية والاجتماع والأدب. إذا سياسيا واجتماعيا وأدبيا، ماذا نقول هنا؟ نعم، سياسيا الوحدة، يوجد وحدة في العصر الإسلامي، يوجد ترابط في العصر الإسلامي، أيضا يوجد استقرار. في العصر الأموي هناك تفريق بين الصراعات والأحزاب السياسية. طيب اجتماعيا هناك ترابط، هناك وحدة، شاعت الأخلاق الإسلامية، حارب الإسلام العادات السيئة. وقلنا في العصر الإسلامي ابتعدوا عن ماذا؟ عن شعر ماذا؟ نعم، عن شعر الهجاء. في العصر الأموي عاد إلينا شعر الهجاء، شاع الرخاء، تدفقت الأموال في يد الدولة والأمراء وطبقات عديدة في المجتمع، أيضا اتخذوا لهم قصورا، بالغوا أيضا في الترف والأعطيات. الشاعر يذهب إلى القصور ويبدأ بمدح الخليفة لنيل الأموال. في العصر الإسلامي أدبيا تأثر الأدب بالفتوحات الإسلامية، بالقرآن، لاحظنا ألفاظ الشعراء فيها. تذكرين الشاعر حسان بن ثابت عندما قال رسول الله، أمين الله، جبريل، أخذ ألفاظ دينية. اختفاء أغراض، هناك أغراض اختفت في العصر الإسلامي كالغزل الصريح والهجاء. في العصر الأموي هنا ظهرت أغراض جديدة، قلناها ما هي؟ الشعر السياسي والشعر شعر النقائض وشعر الغزل الصريح والغزل العذري. أيضا اهتموا الشعراء اهتم الأمراء بالشعر. ابحث في المواقع الإلكترونية للشعر العربي القديم عن الشاعر ذو الرمة، ثم دون 4 أبيات. لدينا عمرو بن أبي ربيعة، المخزومي، القرشي، أبو الخطاب، أرق شعراء عصره. إذن هو أرق شعراء عصر بني أمية. من طبقة من؟ من طبقة جرير والفرزدق، ولم يكن في قريش أشعر. هنا يتحدث عن، نعم يتحدث عن الشعر القديم وليس الشعر الأموي. إذن يقول نعم، في يقول ابحث موقع الإلكتروني للشعر العربي القديم عن الشاعر ذو الرمة، ثم دون 4 أبيات تمثل التعبير عن الصحراء. ويتحدث، اختار هنا لدينا عمرو بن عبد الله بن أبي ربيعة، المخزومي، القرشي، أبو الخطاب، أرق شعراء عصره. شعره يوازي شعر جرير والفرزدق، ولم يكن في قريش أشعر منه. ولد أين؟
في الليلة التي توفي من؟ توفي عمر بن الخطاب. إذن عاصر أبو بكر الصديق فسمي باسمه. إذن سمي عمر بن عبد الله على عمر بن الخطاب، وكان يفد على عبد الملك بن مروان فيكرمه ويقربه إليه. رفع ذلك إليه قصيدة: أن أنكرت من بعد عرفاتك منازل كانت لجيرانك، منازل بيضاء كانت تكون يسر هواك وإعلانك، تريد رضاك إذا ما خلوا طلاب هواك وعصيانك، وإن شئت غاضتك أو داعنت لعوب على كل أحيائك، تريك أحايين عرضية وحينا ترى دون أمهاتك. هنا تقلد الشاعر بمن؟ بالشعراء من؟ نعم، نجد في ألفاظه هنا شعره من الشعر القديم، حيث استخدم بعض الألفاظ القديمة. ما هي بيئة الشعر الأموي؟ ما هي البيئة للشعر الأموي؟ بما أن هذا الشاعر عمر كان هناك لديه بعض الألفاظ البدوية، فلننتقل إلى البيئة الشعرية في العصر الأموي. قلنا ما هي عاصمة الدولة الأموية؟ اتخذت ماذا عاصمة لها؟ نعم، اتخذت دمشق عاصمة لها. إذن أولا بيئة الشام وشعر المديح. نتحدث عن بيئة الشعر الأموي بما أنهم استقروا أو اتخذوا دمشق عاصمة لها. إذن بيئة الشام، نتحدث أولا عن بيئة الشام وشعر المديح. الشعراء يتجهون إلى من؟ يتجهون إلى القصور، يتجهون إلى الأمراء، يتجهون إلى الخلفاء للمديح. أصبح القصر الأموي في الشام هدفا للشعراء الذين يريدون يتخذوا المدح وسيلة لماذا؟ نعم، وسيلة للتكسب، وموردا من موارد الرزق، وفرصة للشهرة والظهور. أنا شاعر ومنزلتي مثلا، أنا شاعر فقير ومنزلتي دونية في القبيلة، ونبغت في الشعر، أصبح عندي شعر قوي، أذهب إلى أين؟ أذهب إلى القصور، أذهب إلى الخلفاء، أقوم بمدح الخليفة والتقرب إليه. أنا الآن تكسبت، أصبحت غنية، أصبح شعري رزقا لي. إذن في العصر الأموي أصبح الشعراء يتكسبون من شعرهم. إذن من هنا كان ظهور المدح وازدهارها ظاهرة طبيعية في ظل عزل الدولة سياسيا واقتصاديا وفكريا، وفي ظل ما عرفت من عناية الخلفاء بالشعر، احتفاؤهم بهم، يتذوقونه ويقدرونه ويطربون له. إذن الخلفاء ماذا يفعلون؟ يفرحون عندما يأتي شاعر لمدحهم. من بين نأخذ نموذج على الشعر، وهو شعر المديح لمن؟ لجرير يمدح عبد الملك بن مروان. قلنا عبد الملك بن مروان هو آخر خلفاء الدولة الأموية. أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم صبحك بالرواح؟ تقول العاذلات علاك شيب، أهذا الشيب يمنعني مراحي؟
يكلفني فؤادي من هواه، ضغائن يجتزعن علي رماحي، تعزت أم حزرت ثم قالت: رأيت الوالدين ذوي امتياحي، تعلل وهي سابغة بنيها بأنفاس من الشبن القراح، سأمتاح البحور فجنبيني أذات اللوم وانتظر امتياحي، ثقي بالله ليس له شريك ومن عند الخليفة بالنجاح. أغثني يا فداك أبي وأمي، أغثني يا فداك أبي وأمي بسيب منك إنك ذوي ارتياح، ألستم خير من ركب المطايا وأندى العالمين بطونا، راحي حميت تهامة بعد نجد، حميت حما تهامة بعد نجد، وماشي حميت بمستباح. إذن هذا قول الشاعر جرير يمدح عبد الملك بن مروان. المطلوب قراءة القصيدة حتى تقيم الطالبة على صحة القراءة، وأيضا حفظ الأربع الأبيات عندما قال: ثقي بالله ليس له شريك. لدينا هنا حفظ للأبيات. من هو جرير؟ هو جرير بن عطية، ينتمي نسبه إلى قبيلة تميم، نشأ في اليمامة ومات فيها ودفن. أيضا كان من أسرة عادية متواضعة، هنا الشاعر كان من أسرة عادية متواضعة، وقف في الحرب الهجائية وحدة أمام 80 شاعرا. إذن الشاعر محارب، ولكن ليس محاربا بالرمح، إنما محارب بالقلم وباللسان، فحقق عليهم النصر الكبير، ولم يثبت أمامه سوى من الفرزدق والأخطل. إذن قلنا يوازي الجرير الفرزدق والأخطل في الشعر. كان أبيا محافظا على كرامته، اتصل بالخلفاء الأمويين ومدحهم ونال جوائز، اشتهر في الغزل والمدح والهجاء. إذن كان أبيا محافظا على كرامته، لأيتام على ضيم هجاء من الطراز الأول. أيضا هو يكتب في الهجاء من الطراز الأول، يتتبع في هجائه مساوئ خصمه. قلنا أيضا اتصل بالخلفاء الأمويين ومدحهم ونال جوائز، عاش حوالي 80 سنة. لدينا هنا أيضا معالجة المفردات الصعبة في القصيدة، عندما قال: تقول العاذلات علاك شيب. هنا العاذلات يقصد بهم العاشقات، ثم يرد يقول: أهذا الشيب يمنعني مراحي؟ ما هو المراح؟ هي سعادتي ومرحي. وعندما قال امتياحي: رأيت الواردين ذوي امتياحي، أي عطاء، يقصد بها العطاء. ساغبة أي جائعة.
عندما قال: تعلل وهي سابغة بنيها بأنفاس من الشبم القراح. هو السائغ الساغبة عفوا هي الجائعة. إذا وردت هذه الكلمة أيضا في القرآن الكريم عندما قال الله تعالى: أو إطعام في يوم ذي مسغبة، أي جوع وفقر. إذا ما الدوافع التي جعلت جرير أحد شعراء المدح؟ في التعريف قبل قليل قلنا أنه من أسرة بسيطة، أسرة متواضعة. إذا كان ماذا؟ كان فقيرا. أيضا حاجة الشعراء للمدح في العصر الأموي، يريد الأمراء والخلفاء مدحا من قبل الشعراء. فإذا حاجة الأمراء للمدح. استخرجي النمط المعيشي المعيب الذي جاهر به جرير. هنا جاهر جرير بمعيشي عيشه وأعاب هنا في الشعر، ونال النقد على هذه الكلمات عندما قال: تتبع الضغائن والتعرض للقوافل، ينظر إلى النساء وهن ضغائن، أي مسلمات متعففات، ويقوم بالنظر إليهن، لا يفرق أيضا بين الماء العذب والماء المالح. هنا انتقد جرير على هذه الكلمات. لم يوفق جرير في البيت الأول الذي يمثل مطلع القصيدة، وأثر ذلك حفيظة عبد الملك بن مروان، فقال: بل فؤادك لماذا لم يوفق؟ لماذا عندما قال الشاعر: أتصحو أم فؤادك غير صاح عشية هم صحبك بالرواح؟ لماذا لم يوفق؟ لما سمع عبد الملك بداية القصيدة قام برمي شيء في يده، ولم ثم بعد ذلك لم يبالي جرير بما فعله عبد الملك بن مروان، وأكمل وأتم القصيدة. وهو يعرف أيضا، وهو يعرف موقف حال مروان، وتابع قوله، لأنه يعرف الأمراء ونتائجهم، إنهم يتصرفون هكذا. إذن لدينا هنا نشاط بحثي يقول بأن جرير قال: أجمل بيت في المدح، وأقبع بيت في الهجاء، وأفخر بيت قالته العرب، وأجمل بيت أيضا في الغزل. سل عن هذه الأبيات وابحث في معجمك ثم دونها. لدينا في الفخر هنا، إذن وقال: أجمل بيت في الفخر، إذا غضبت عليك بنو تميم حسبت الناس كلهم غضاب. هنا في الفخر في المدح: ألستم خير من ركب المطايا وعند العالمين بطون راحي. هنا في المدح يقال هو أجمل بيت قيل. في الغزل: إن العيون التي في طرفها حور قتلنا ثم لم يحين قتلانا. وفي الهجاء
قضى الطرف إنك من نمير فلا كعب بلغت ولا كلاب. إذا هذه هي أجمل بيت في المدح لدى جرير، وأقبع بيت أيضا في الهجاء، وأيضا أفخر بيت قالته العرب، وأيضا أجمل بيت في الغزل. إذا انتهينا من البيئة، بيئة الشام وشعر المديح. ننتقل بعد ذلك إلى بيئة العراق والشعر السياسي. إذا المديح كان أين؟ في البيئة في الشام، وبيئة العراق كثر الشعر السياسي. كان من الطبيعي أن يظهر الشعر السياسي وبخاصة في العراق التي تركزت فيها حركة المعارضة السياسية للحكم الأموي، فبرزت الشيعة واتخذوا من الكوفة مركزا لهم، وكانت العراق جزءا مهما من دولة عبد الله بن الزبير رضي الله عنه، كما كان للخوارج فيه نشاطا كبيرا. لذلك وجدنا الشعر السياسي ينمو ويزدهر، وقد كان لكل فريق شعراءه الذين يناصرونه ويعبرون عن مبادئه وأفكاره. ومن هؤلاء الشعراء الذين ناصروا الشعر السياسي هو من الكميت، شاعر العلويين، وعبد الله بن قيس الرقيات، شاعر الزبيريين، وقطري بن الفجاءة، شاعر الخوارج. استخدم الشعراء في شعر السياسي عددا من الأغراض الشعرية، مثل المديح للقائد والأمراء ورثائهم، والهجاء للخصوم، والتحريض أيضا والجدال. لدينا هنا نموذج من الشعر للشاعر الزبيري عبد الله بن قيس الرقيات. أيها المشتهي فناء قريش بيد الله عمرها والفناء، حبذا العيش حين قومي جميع لم تفرق أمورها الأهواء، كيف نومي على الفراش ولما تشمل الشام غارة شعواء، أنا عنكم بني أمية مزورون وأنتم بنفسي الأعداء. نقول هنا أبيات للشاعر قيس عبد الله بن قيس الرقيات. وسع العبارة الآتية: الصراع مادة خصبة للشعر. تطورت ماذا هنا؟ بما أننا نتكلم عن السياسة، إذا تطورت الحياة السياسية وظهور، قلناها لماذا ظهرت الشعر السياسي؟ لظهور الأحزاب، كثرة الأحزاب والفرق والجماعات أدت إلى ازدهار الحركة الأدبية. فكل حزب يقوم بمدح حزبه وهجاء الحزب الآخر. ما الفكرة التي تدور حولها الأبيات؟ الدفاع عن ماذا؟ عندما قلت أيها المشتهي فناء قريش بيد الله عمرها والفناء، حبذا العيش حين قومي جميع لم تفرق أمورها الأهواء، هنا الدفاع عن الوحدة ونبذ ماذا؟ لم تفرق هنا، نعم، نبذ التفرق ونبذ التفرق. إذن هنا الشعر
السياسي في العراق. طيب، الغزل في العصر الأموي هل نال نصيباً أم ماذا؟ الغزل في العصر الأموي كان الغزل في العصر الجاهلي والعصر صدر الإسلام جزءاً من القصيدة. إذن في العصر الجاهلي يبدأ في القصيدة، مطلع القصيدة، الوقوف على الأطلال، ثم التحدث عن محبوبته ووصفها. في العصر الإسلامي لم يهتم للشعر الغزلي، لكن هنا في العصر الأموي ويمتز مع الأغراض الشعرية الأخرى، قلنا في العصر الجاهلي وعصر الإسلامي. أما في العصر الأموي أصبح ماذا؟ أصبح مستقلاً في بداية القصيدة إلى نهايتها، إذن أصبح له قصيدة كاملة، الشعر الغزلي، وله شعراءه. نقول هذا الشاعر شاعر غزلي، هذا الشاعر شاعر سياسي، وهكذا، وله شعرائه الذين أبدعوا القول فيه وفي موضوعاته. فبرز نوعان من الغزل، قلناها في بداية موضوعنا، هي الغزل العذري والغزل الصريح أو القصصي. الغزل العذري وهو غزل عفيف طاهر، لا يهتم بجمال المرأة بقدر ما يهتم بشفافية روحها، أخلاقها، مثل شعراء جميل بثينة وقيس بن الملوح وكثير عزة. والغزل الصريح هو الذي يهتم بما، إذا أنا قلت صريح يصرح بماذا؟ يهتم بمحاسن المرأة، بجمالها، وهو غزل قصصي شاع في الحاضرة واقترن بالترف. ومن شعرائهم من؟ عمر بن أبي ربيعة والأحوص والعرجي. ما هو مفهوم الغزل العذري؟ ما هو مفهومه؟ هو غزل نقي طاهر ممعن في النقاء والطهارة. إذن هو غزل طاهر، العذري هو غزل طاهر. وقد نسب إلى بني عذرة، إحدى قبائل قباعة التي كانت تنزل في وادي القرى شمالي الحجاز، لأن شعرائها أكثر من التغني به. ولم يقتصر الغزل على قبيلة عذرة، فقد شاع في بوادي نجد والحجاز وخاصة بني عامر، ويعود سبب انتشاره فيها إلى ظهور الإسلام الذي طهر النفوس. إذا ما سبب انتشار الغزل العذري؟ لظهور الإسلام وتنقية النفوس، وأيضا إلى مكارم الأخلاق. إذا ما هي سماته؟ أجد عند قراءة الشعر العذري له عدة سمات، وهي التزامه بالوحدة الموضوعية، سهولة ألفاظه، صدق العاطفة وحرارتها، اقتران الشعراء بأسماء من أحبوا، يعني كل شخص اقترن باسم محبوبته. عندما أقول كثير عزة ومجنون ليلى وجميل بثينة، هنا اقتران اسم المحبوب بالمحب. لدينا هنا بعض النماذج لبعض الشعراء. يقول كثير عزة: خليلي هذا ربع عزة فعقلا، قلوا صيكما ثم ابكيا حيث حلتي، وما كنت أدري قبل عزة ما البكاء، ولا موجوعات القلب حتى تولتي، فقلت لها يا عز كل، طبعا هنا تصغير، يا عز كل مصيبتي
إذ وطنت يوما لها النفس ذلتي. ويقول قيس بن ذريح: وإني لأهوى النوم في غير حينه، لعل لقاء في المنام يكون. هنا يتأمل أن يرى المحبوب ولو في المنام. تحدثني الأحلام إني أراكم، فيا ليت أحلام المنام يقين. ويقول جميل بن معمر: فيا ليت شعري هل أبيتن ليلة بوادي القرى، إني إذا لسعيد. علقت الهوى منها وليدا، فلم يزل إلى اليوم ينمي حبها ويزيد. فما ذكر الأحباب إلا ذكرتها، ولا البخل إلا قلت سوف تجود. إذا قلت ردي بعض عقلي أعش به، إذا قلت ردي بعض عقلي أعش به مع الناس، قالت ذاك منك بعيد. إذن هذه بعض نماذج من الغزل العذري. إذن نلاحظ في ألفاظهم البساطة، العفة والشفافية. استخرج المعاني المشتركة. هنا لدينا هنا معاني مشتركة في قصائد قبل قليل، هو ذكر الحبيبة والاشتياق أيضا إلى الديار. أيضا يطلب هنا: استنبطي أثر الصحراء في الشعر العذري، حيث الماء والوديان وطبيعة الجو والصفاء وأيضا الخلوة. كيف ترى شخصية الشاعر العذري من حيث القوة والضعف؟ نعم، إنه ضعيفة وسريعة التأثر. إذن هنا الشاعر لديه إحساس مرهف. أما الغزل العفيف الذي يركز على الأخلاق والقيم الجميلة ويبرز جوانب العفة، والغزل الفاحش هنا غزل مرفوض. إذن عندما أبدي رأيي في أشعار الغزل التي تناقلت عبر وسائل الإعلام المختلفة في عصرنا الحاضر، ما رأيك بها؟ إذن نعم، ننقاد إلى الغزل العفيف الذي ركز على الأخلاق والقيم الجميلة ويبرز لنا جوانب العفة، ونبتعد كل البعد عن الغزل الفاحش فهو مرفوض. فما زالت أثر قراءة القرآن والحديث والسنة النبوية وكتب الدين مؤثرة في طبيعة الإنسان البشرية المسلم، فهو عندما يقرأ قصائد فيها غزل فاحش يبتعد عنها ويبحث عن ما يرضي عاطفته الداخلية. فالإنسان مسؤول يوم القيامة عما يعمل، فكل شيء سوف يشهد، العين تشهد واللسان يشهد والمسامع تشهد يوم القيامة. حفظنا الله وإياكم مسامعنا وأعيننا عن الحرام. الدعاء في المساء دائما نقول في الصباح والمساء: اللهم عافني في سمعي وبصري. هنا العافية أين توجد؟ أين توجد في النظر إلى الحلال والبحث عن أشياء والبعد عن الأشياء المحرمة؟ هنا أيضا يطلب لنا ماذا؟ الحفظ. يحفظ الطالب أبيات كثير كثير عزة أبيات جميل بن المعمر. لك الخيار، لك هنا الخيار، إما أن تحفظي كثير عزة أو جميل بن معمر. هنا نكون قد انتهينا
من دروسنا لهذا الأسبوع، وانتهينا أيضا من العصر الأموي، تحدثنا عن الحياة السياسية وماذا يقصد بالعصر الأموي، كذلك تحدثنا عن الحياة الاجتماعية والحياة العقلية والثقافية، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الشعر في عصر بني أمية وأسباب نهوض هذا الشعر في العصر الأموي. كذلك ظهرت أغراض جديدة للشعر مثل الشعر السياسي والنقائض الشعرية والغزل القصصي والغزل العذري، ثم انتقلنا إلى نماذج لقصائد في البيئات الشعرية، تناولنا بيئة الشام وشعر المديح للشاعر جرير، ثم انتقلنا بعد ذلك إلى بيئة العراق وأخذنا عبد الله بن قيس الرقيات، وأخيرا تكلمنا عن الغزل في العصر الأموي وما هو مفهوم الغزل العذري، وأخذنا أيضا بعض النماذج على الغزل العذري كثير عزة وقيس بن ذريح وجميل بن معمر. كذا ننتهي لننتقل بعد ذلك الأسبوع المقبل إلى الأدب في العصر العباسي. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.